كاف 24 تنقل لكم الحدث بالصوت والصورة. الإعلام اللي مازال سهر معنا حتى لهذا الوقت المتأخر من الليل، يعني أشد بحرارة على أيديه، لحضور تفاصيل تعقيم المحاكم المغربية ومن ضمنها يعني محاكم الدائرة القضائية بمدينة طنجة وقسم قضاء الأسري على وجه الخصوص. في هذه الأثناء كما لاحظتم أننا نحاول أن نعقم جميع مرافق هذا القسم بتنسيق مع القسم الصحي ببلدية طنجة، مشكورين يعني رجال وطاقمهم الذين يسهرون على هذه وكذلك على هذه العملية، وكذلك مع المديرية الفرعية بمحكمة سيناف بحضور السيد المدير الفرعي لدى محكمة سيناف بطنجة وباقي أطر المديرية الفرعية. كما تعلمون أنه تمر بلدنا أو بلادنا بظروف صعبة تتجلى في وباء كورونا الذي أصبح يعني حديث العام والخاص. بالنسبة للسادة القضاة كما تعلمون وفي إطار التنسيق مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية والسادة المسؤولين القضائيين، يعني نحن نتابع أو نتتبع يعني الأحداث عن كثب ساعة بساعة، وحماية للسادة القضاة ويعني السادة الأطر وموظفي المحاكم وخاصة بقسم قضاء الأسرة، يعني تأتي هذه العملية في إطار التعقيم ديال جميع المرافق لأجل حماية العاملين بهذه المحكمة وكذلك حماية الوافدين على هذه المحكمة. وكما تعلمون بأنه السادة القضاة يتعاملون مع الملفات، والملفات تكون يعني تتكون من مجموعة من الوثائق. هذه الوثائق قد يعني تكون من تدور أو تنتقل من مجموعة من الأيادي لتصل إلى السيد القاضي أو السيدة القاضية، وهذا قد يشكل خطرا على حياته. لهذه العلة نحن هنا من أجل تعقيم قيد الإمكان جميع المرافق المتعلقة بالقسم حتى يتسنى للسادة القضاة في هذه الظروف الصعبة أن يصرفوا أشغالهم في أحسن الظروف. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي وما تنساوش الاشتراك في قناتنا على يوتيوب وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد.